بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء في كل مكان، انطلاقة موفقة، نتمنى التوفيق لجميع المشاركين والمنطلقين في هذه الأشواط. مباشرة الشوط السابع خصص للفية الإبكار، الفية العمرية أيضا من المسافة 1500 متر لزن الفطامين، مباشرة مع المركز الأول والانطلاق الشهنية علي بن سعيد العمري المنطلق مع المركز الأول. أما في المركز الثاني أيضا هناك الوضيحية سعود بن سالم المالكي على المركز الثاني، أما المركز الثالث الظبي سعيد بن حمد الوهيبي مع المركز الثالث والمركز الرابع الغادمة والمنطلقة. أيضا هناك خيال محمد بن الحميدي الوهيبي على رابع المراكز وخامس المراكز مياسة عمي الرب السلطان الهاشمي. هذه النتيجة لخمسة مراكزنا الأولى المنطلقة، لكن أعود إلى صدارة هذا الشوط إلى الانطلاقة مع العمري. انطلق العمري واللي يبي العمري يروح مع المركز الأول، انتزع الناموس يبحث عن نقطة ذهبية بشعار العملاق الكبير، لكن المركز الثاني خيال 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 القادمة في هذه اللحظات محمد بن الحميد الوهيبي، وما أدراك بخيال، انطلاقة موفقة على المركز الثاني. المركز الثالث الشالية ناصر بن محمد الدويكي، لكن أعود مع الصدارة مع المركز الأول خيال اللي تقدمت. الله الله الله، هذا الانطلاقة مع خيال مع المركز الأول، ما شاء الله فيها زود فيها زود. انطلقت نحو الناموس الشهنية القادمة ناصر بن محمد الدويكي، لكن تهانينا والناموس لمالكي خيال محمد بن الحميد الوهيبي على انتزاع هذا الشوط المركز الثاني الشهنية ناصر بن محمد الدويكي، في المركز الثالث أيضا الشهنية علي بن سعيد العمري. وتوقيتنا الزمني 2:08:44 جزء من الثاني، تهانينا والناموس.